ايه اللي حصل النهارده في ريال مدريد؟ بص بيضحك اهو. نص انت جايب لي نص التاني النهارده. ده نص التاني في انا قلت ايه؟ احنا نحفل على نفسنا. انا ليه ما بداتش بمحمود؟ كده محمود هيعمل حفله لوحده، فاحنا نحفل على بعض عشان نقفل الحفله اللي هو ناوي او بيفكر يعملها. نسبق احنا صح كده؟ بالظبط كده. لا الحقيقه بص كريم، عارف افتكرت النهارده وانا بتفرج على الماتش مارس السنه اللي فاتت، مارس 2022 الاربعاء. اي بس ده بس الاربعاء كانش فيه بنزيما، ما كانش فيه بنزيما. وكمان كان دخل المباراه تشافي مركز قوي قوي ان انا هكسب ريال مدريد وهكسر التفوق الواضح في الكلاسيكو اللي كان 5 كلاسيكو متتالي، تفوق واضح للريال كسرهم بماتش الاربعاء. رغم ده النتاج او المحصله بتاعه السيزون كانت انه انتهى الموسم بثلاث القاب لريال مدريد، الدوري وكاس السوبر وطبعا بطوله ال 14 دوري ابطال اوروبا، يعني هي دي اللي بتبروز البطولات. وطلع موسم صفري لبرشلونه، فريق شاب مع تشافي لسه بيستوي. لكن الوضع مختلف المره دي. الحقيقه تشافي ذاك ريال مدريد كويس جدا، احترم المباراه، وتحس التحفز في انه يحقق اول لقب ليه من خلال قيادته مع برشلونه كريم من التصريح اللي قاله في مؤتمر صحفي قبل المباراه، لما قال انتوا بتصعبوا عليا الموضوع، غير ان انا هلاعب ريال في النهائي، ان انشيلوتي ما خسرش ولا نهائي من 2010، فبالتالي انا النهارده بدور على ارقام كتير عايز اكسرها. وكان له ما اراد لانه الصراحه يستحق. ذاكر كويس قوي ريال مدريد النهارده، عارف زي في ايطاليا في 2006 ممكن تعلي الماتش بلعيب واحد. النهارده بشوف انه جافي كان الكارت الاساسي اللي حسم المواجهه لصالح برشلونه. طبعا ما اقدرش اختار نجم المباراه لبرشلونه لانه كله، يعني انا اول مره اشوف ديونج من سنين بيلعب مباراه بالعظمه دي، وبيأكد بيدري كان رائع، جافي كان رائع طبعا. لكن لو تاخد بالك يا كريم الثلاث تجوان تقريبا يا حوده تمبلت هي واحده، ان جافي عامل الزياده العدديه على وسط ملعب ريال مدريد المتهالك جدا النهارده، بيصنع جون هدفين وبيسجل هدف، وبالتالي ريال مدريد ظهر بنسخه سيئه جدا. برشلونه قدر ينجح في اللعيب الزياده عكس كل كان دايما الفلات 4-3-3. النهارده لا، انا هزود جافي يبقى بيكسر الخطوط او الخط الدفاع الثاني من عند ريال. الاجوان كلها نفس القصه، اول مره الكره اتقطعت جافي مكمل من ناحيه الشمال ومزود دايما التعداد او الاوفرلود في وسط الملعب او خط الدفاع الثاني عند ريال مدريد. الهدف الثاني سوء تركيز يعني الكره قرار، الاثنين واخدين قرار ميليتاو وكروس وكارفاخال قاطعين بدري جدا، واحده من اسوء مباريات كارفاخال طبعا. انا حتى استغربت انه اول تغييره ما كانتش كارفاخال، غريب غريبه جدا انه كان لازم يخرج. حتى رودريجو وهو نازل وواقف على الخط قلت يبقى قصد يطلع كارباخال وهيرجع فالفيردي باك راي، بس عارف حتى تصورت يعني ياكد لك كمان عدم دخول انشيلوتي المباراه كريم. ان اول حل جه في دماغه حل من بعيد، سيبايوس اللي راجع من اصابه من فتره، بالتالي افكار كلها خارج نطاق المباراه. على عكس دك واحد ثاني دكه فقيره برضه دك قوي، بس برضه حوده سوري برضه يا كريم تحس انه مقسم المباراه لسيناريوهات شافي بامتياز. وتحس لما حتى بين الشوطين مفيش حاجه ريال مدريد يقدر يعملها لعوده المباراه، في نفس الوقت برشلونه شافي على الخط واقف هادي ليه؟ هنفضل نكسب الماتش لو فضلنا بالالتزام التكتيكي بتاعنا وبالاداء اللي احنا عاملينه. وبالفعل نفس الكوره اتكررت الكربونه، الهدف الثالث نفس القصه، بيزيد جافي من ناحيه شمال وبيقدر يسجله الهدف الثالث، فبالتالي استحق النهارده ان يحقق اول لقب لتشافي بعد موسم نفسيا كان عليه عبء كبير قوي يا كريم. بعد موسم انتقالات تفوق فيه المانيا على كل السبورتنج دايركتورز في العالم وكل المديرين التسويق في العالم او مدير الرياضي العالم، جاب له كل اللعيبه اللي موجوده في الساحه، وبالتالي كان مطالب تشافي دايما انت معاك كل لعيبه العالم ما بتكسبش ليه. النهارده أليخاندرو بالدي بيأكد انه يقدر يحجز مكان اساسي في تشكيله برشلونه على حساب اثنين لعيبه تقالوا متمرسين جدا بخبرات زي جوردي البا وزي ماركوس الونسو ناحيه الشمال. النهارده ديونج رساله كبيره جدا ان اللاعب ده بالتاكيد من اداء النهارده، غير لو اداره برشلونه ليها راي تاني، وبعتقد هيكون راي يعني مغالط جدا انه ما يكونش جزء من الفريق، انه بياكد انه يستحق مكان في خط وسط.